بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة والأخوات، الإنسان عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك. غذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب. فإذا غذى الإنسان عقله بالعلم، وغذى قلبه بالحب الذي يسمو به، وغذى جسمه بالطعام والشراب، تفوق. فإذا اكتفى بواحدة تطرف، والفرق كبير جدا بين التفوق وبين التطرف. والإنسان، أي إنسان على وجه الأرض، حريص حرصا لا حدود له على سلامة وجوده وعلى كمال وجوده وعلى استمرار وجوده. ولأنه أعقد آلة في الكون، وتعقيده تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. هذا الإنسان المخلوق الأول الذي هو أعقد آلة خلقها الله عز وجل، له صانع عظيم، ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة. فحينما يتبع تعليمات الصانع، والجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها هي الجهة الصانعة، فحينما يتبع تعليمات الصانع يضمن سلامته وسعادته. والبشر جميعا 7 مليارات و200 مليون، ما فيهم واحد إلا وهو حريص على سلامته، وحريص على سعادته، وحريص على استمراره. فالسلامة باتباع تعليمات الصانع. يعني أنت حينما تمشي في فلات وتقرأ لوحة كتب عليها ممنوع التجاوز حقل ألغام، هل تشعر أن هذه اللوحة وضعت حداً لحريتك أم ضماناً لسلامتك؟ فحينما تفهم أوامر الدين ضماناً لسلامتك، أنت فقيه ورب الكعبة. والإنسان إخواننا الكرام يؤثر فيه النص. يعني أضرب مثل بسيط، من دمشق إلى حمص ركب واحد مركبته الفارهة 3 طن وتوجه إلى حمص، فإذا لوحة في ظاهر دمشق كتب عليها الطريق إلى حمص مغلقة بسبب تراكم الثلوج في النبك، هل يتابع؟ بيرجع. ما الذي حكمه؟ النص. والدين نص. ما الذي حكمه؟ النص. لو أن دابة تمشي من دمشق إلى حمص، أين تقف؟ عند الثلج. ما الذي حكم الدابة؟ الواقع. فالبطولة أن يحكمك النص، والدين نص، والقرآن نص، والسنة نص من عند الخالق، وانطلاقاً من ضمان المستقبل. إخواننا الكرام، معظم الناس ولا أبالغ يتحدثون عن الحاضر والماضي،
درست في الجامعة الفلانية والآن مهندس في المواصلات مثلا، يتكلم عن ماضيه وعن حاضره، ولا في بالألف واحد يتحدث عن مستقبله. المستقبل في حدث خطير خطير خطير، هذا الحدث مغادرة الدنيا من بيت، من زوجة، من بنات، من أصهار، من أولاد، من كنائن، من مكان اجتماعية، من سهر، من سفر، من ولائم، من أعياد، إلى القبر. أليس الذكاء أن نعد لهذه الساعة التي لا بد منها؟ هل يستطيع واحد منا أن ينجو من هذا الحدث الخطير؟ يعني إذا كان ببلد نفطي ودخله كبير وكتب على جوازه مغادرة بلا عودة ينخلع قلبه، فكيف إذا نحن جميعا سوف نغادر ولا نعود؟ فالبطولة أن نتفاعل. عندنا كان دكتور في الجامعة يعد أحد أكبر علماء النفس، جاء موضوع الذكاء. الذكاء في الكتاب المقرر 80 صفحة، قال: أتحبون أن ألخص لكم هذا الموضوع كله بكلمة واحدة؟ قلنا له: تفضل. قال: الذكاء هو التكيف، أن تتكيف. التكيف مع الموت ذكاء، التكيف مع القرآن ذكاء، التكيف مع أوامر الخالق ذكاء. فالذكاء أن تتكيف، أن تصل إلى الأهداف بيسر لا بعسر. فلذلك أيها الإخوة، أول كلمة في أول آية في أول سورة في القرآن: اقرأ. لماذا؟ هذا الكون كما تعلمنا في المدارس جماد ونبات وحيوان وإنسان. فالجماد شيء مادي يشغل حيز في الفراغ، له حجم وله وزن وله أبعاد ثلاثة، هذا الجماد. طيب النبات شيء مادي يشغل حيز في الفراغ، له وزن وله حجم وله أبعاد ثلاثة، إلا أنه ينمو. تميز النبات عن الجماد بالنمو. الحيوان شيء مادي له وزن وله حجم وله أبعاد ثلاثة ويشبه وينمو كالنبات، لكنه يتحرك، الهرة تمشي. طيب الإنسان شيء مادي له وزن وله حجم وله أبعاد ثلاثة وينمو كالنبات ويتحرك كبقية المخلوقات تأدبا مع الإنسان، لكنه يدرك. أودع الله في الإنسان قوة إدراكية، أودع الله في الإنسان قوة إدراكية. هذه القوة الإدراكية تلبى بطلب العلم، وأي إنسان عزف عن طلب العلم هبط في حقيقته عن مستواه الإنساني إلى مستوى لا يليق به. لذلك قال تعالى: لمن أعرض عن العلم كليا قال: أموات غير أحياء. قال: إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال: كأنهم خشب مسندة. بل قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. إلا أن العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا، ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. لكن أي علم؟ العلوم لا تنتهي. يعني أنت في كل حياتك ولو عشت 100 عام لا تستطيع أن تستوعب الباطل،
خط نقطتين بينهما خط مستقيم، الحق لا يتعدد. لو أردت أن ترسم مستقيم آخر بين نقطتين يأتي فوق الأول والثالث فوق الأول، لو رسمت مليون خط مستقيم بين نقطتين ثابتتين كل هذه الخطوط تأتي فوق بعضها بعضا. الحق لا يتعدد، لكن الباطل متعدد. ممكن ترسم مليون خط منحني بين نقطتين، مليون، أو مليون خط منكسر، فالحق لا يتعدد. لذلك قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. واحد، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأنت بإمكانك أن تستوعب الحق، لكن لو أردت أن مثلا تستوعب البوذية عندك 20 سنة، عمر الإنسان لا يكفي لاستيعاب الباطل. الباطل متعدد ولا ينتهي، لكنك إذا استوعبت الحق فما سواه هو الباطل. فلذلك أول كلمة بأول آية بأول سورة اقرأ لكن باسم ربك، هي قراءة إيمانية. ينبغي أن تقرأ ما في الكون قراءة إيمانية تنقلك إلى معرفة الخالق. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. أيها الإخوة الكرام، بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب على الشمس 4 سنوات ضوئية، ويقطع الضوء في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر. في الدقيقة ضرب 60، في الساعة ضرب 60، في اليوم ضرب 24، في العام ضرب 365. يقطع الضوء في الدقيقة الواحدة 300,000 كيلومتر، كم يقطع في السنة؟ نحسبها. طيب كم يقطع في 1000 عام؟ لو قسمنا المسافة على الزمن لكانت السرعة. لو قسمنا المسافة التي مثلا يقطعها القمر، كلكم يعلم أن القمر يدور حول الشمس دورة في الشهر، يعني سامحوني ببعض المصطلحات، لو أخذنا مركز الأرض ومركز القمر وصلنا بينهما بخط، هذا الخط هو نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض، ضرب 2 المحيط، ضرب 3.14 البي، ضرب 2 القطر الكامل، ضرب البي المحيط. طيب هذا بالشهر، ضرب 12 بالسنة، ضرب 1000 بـ1000 سنة. نفتح القرآن: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إذا بالإمكان أن نحسب ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في شهر، طيب 12 شهر ضرب 12، بألف سنة ضرب 1000، إذا قسمنا المسافة على الزمن كانت السرعة، لو قسمنا ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام على المسافة أو على الزمن نفاجأ بسرعة الضوء الدقيقة، يعني 299,656 هي الدقيقة. يعني وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام يقطعه الضوء في يوم واحد. هذه السرعة، السرعة المطلقة في الكون التي جاء بها أينشتاين مدرجة ب4 كلمات في القرآن الكريم. أخواننا الكرام، مرة ثانية، لو أخذنا الأرض وأخذنا الشمس بينهما 156 مليون كيلومتر، والشمس تكبر الأرض ب1,300,000 مرة، يعني يدخل في جوف الشمس 1,300,000 أرض. فإذا فتحت القرآن الكريم على قوله تعالى: والسماء ذات البروج،
أحد أبراج السماء هو برج العقرب، فيه نجم صغير أحمر اللون متألق اسمه قلب العقرب. دققوا، يتسع قلب العقرب للأرض والشمس مع المسافة بينهما. قلب العقرب أحد نجوم برج العقرب، على شكل عقرب البرج، يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا. وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا، وسلم إلينا الأمر في كل ما يكون، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا. فيا خجلي منه إذا هو قال لي: أيا عبدنا ما قرأت كتابنا؟ أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا؟ أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا؟ فأحبابنا اختاروا المحبة مذهبا، وما خالفوا في مذهب الحب شرعنا. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا. ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا. ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا. ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا. فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. فأيسر ما في الحب للصب قتله، وأصعب من قتل الفتى يوم هجرنا. إخواننا الكرام، إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. طالب العلم مرة ثانية يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. لذلك اقرأ باسم ربك، يجب أن تطلب العلم من أجل أن تؤمن. يسمى هذا القراءة الإيمانية، قراءة إيمانية. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، يعني طريق الإيمان التفكر في خلق السماوات والأرض. القراءة الثانية قراءة الشكر والعرفان. لماذا؟ لأن الله منحك نعمة الإيجاد، ومنحك نعمة الإمداد، ومنحك نعمة الهدى والرشاد. يعني أحدكم، كلكم طلاب علم، ألم تفتح كتابا قديما طبع قبل ولادتك؟ هذا الكتاب في أثناء تنضيده، أين كنت أنت؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ لم تكن شيئا مذكورا. منحك الله نعمة الإيجاد، وجعلك ابن أم وأب يعتنيان بك عناية تفوق حد الخيال، ومنحك نعمة الهدى والرشاد. فالموقف الكامل من نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد أن تشكر. لذلك ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً. فلذلك أيها الإخوة، في بالدنيا كليات، يعني هذا المظلي هبط بمظلته. دققوا، قد لا يعلم شكل المظلي، يا ترى بيضوي مستطيل مربع دائم، وقد لا يعلم نوع الخيوط لقماش المظلة، وقد لا يعلم عدد الحبال ومن أي مادة صنعت، وقد لا يعلم ألوانها، ولكن معلومة واحدة إن لم يعلمها ينزل ميتا. طريقة فتحها، طريقة فتح المظلة
هذا العلم ينبغي أن يعلم بالضرورة، وهي عبارة الفقهاء. هناك علم ينبغي أن تعلمه بالضرورة لو معك دكتوراه بالفيزياء النووية، لو معك اختصاص نادر في العالم. يعني أنا أقول كلمة، أنا حينما أرى تخطيط قلب لا أفهم منه شيئا، فأنا أمي في التخطيط، لكن بالمقابل كمان طبيب يحمل أعلى شهادة قد يكون أمي في الدين. لا يتوهم المثقف ثقافة عالية أنا متعلم، العلم الديني شيء آخر. فلا بد من أن تجمع بين العلم الديني والعلم الدنيوي. وفي مقولة لطيفة، تعلم كل شيء عن شيء، هذا اختصاصك، وتعلم شيئا عن كل شيء. بهذا التعريف نجمع بين الثقافة الموسوعية والثقافة العامة. فيا أيها الإخوة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، من علق. اقرأ وربك الأكرم. القراءة الثانية قراءة الشكر والعرفان، الأولى قراءة البحث والإيمان، أما القراءة الثانية قراءة الشكر والعرفان لنعمة الإيجاد والإمداد والهدى والرشاد. القراءة الثالثة قراءة الوحي والإذعان، علم الإنسان ما لم يعلم، جاءك الوحي من السماء. نعم. أما القراءة الرابعة قراءة العدوان والطغيان، القنبلة الانشطارية والقنبلة العنقودية والقنبلة الحارقة الخارقة، أنواع الأسلحة التي تبيد البشر، هي قراءة أيضا تفوق الغرب بها، قراءة العدوان والطغيان. فالمسلمون ينبغي أن يجمعوا بين قراءة البحث والإيمان وقراءة الشكر والعرفان وقراءة الوحي والإيمان والإذعان وقراءة العدوان والطغيان ليكونوا أقوياء. فلذلك دققوا، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. لماذا؟ لأن خيارات القوي في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. فإذا كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله يجب أن تكون قويا، يجب أن تكون قويا. وإذا كان طريق القوة على حساب مبادئك وقيمك فالضعف وسام شرف لك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. اللهم احفظ إيماننا، واحفظ لنا ذريتنا، واحفظ هذا البلد آمنا سخيا رخيا وسائر بلاد المسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان، واحقن دماءهم في الشام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.